تحويل حضانة الطفل بعد السنة السابعة إلى الأب ثم الجد بعد وفاة الأب أهم النقاط الخلافية في تعديل قانون الأحوال الشخصية. القانون المعمول به منذ عام 1959 أدرج التعديل في جدول أعمال البرلمان، لكنه أجل بسبب الاعتراضات العديدة، آخرها الملاحظات التي وضعتها نقابة المحامين في بغداد، حيث أكد المحامون بأنه لا يمكن تمرير التعديل المنصوص لأن فيه ظلماً للمحظون. أولاً القانون مخالف للدستور، المادة 14 يقول العراقيين متساويين في القانون بدون المذهب وبدون القومية وبدون كل، فكيف تسمح أنت للرجل يتزوج ويأخذ ابنه وياه ولا تسمح للزوجة يأخذ ابنه وياه؟ لم نضع أمام أعيننا غير أنه مصلحة المحمول في هذا تعديل هذه المادة، وللأسف التعديلات الحالية هي الضارة بمصلحة المحمول إلى أبعد الحدود، وبالتالي راح تكون لها سلبيات في المجتمع بالسنين القادمة. لهذا احنا دا نحاول انه نطلع بمخرجات وبتوصيات ان شاء الله راح تكون تشمل الرعاية المشتركة للأب والأم، وبالتالي تكون مصلحة المحمول. نواب اكدوا صعوبة تمرير هذا القانون لما عليه من خلافات كثيرة، ورجحوا ترحيله للدورات القادمة، فالخلافات التي على هذا القانون لن تسمح بتمريره في هذه الدورة النيابية. حسب التقديرات اللي اشوفها انه القانون لن يمضي بهذه الدورة، وحتى في الدورة القادمة اكيد راح يعاني من صعوبات، لانه اليوم هسه احنا في نقابة المحامين العراقيين ولهم رأي بالموضوع، وكذلك المنظمات الحقوقية لها رأي بالموضوع، فبالتالي يجب أن تأخذ كل هذه الآراء، لأنه من القوانين اللي تخص المجتمع يجب أن تكون مقبولة من الجميع حتى يسبب لنا استقرار مجتمعي. لن يرى النور في الدورة الحالية بل وحتى في الدورة القادمة لما في تعديل قانون الأحوال الشخصية من اعتراضات عديدة يراها المعترضون بأنها ضمان للطفل في حال انفصال والديه بحسب عدد من النواب. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.